الخبر الاول اللي عدنا عن عمار وفضيحته لانس الشايب. فعمار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وهذا المقطع كان يرد بيه على انس الشايب الفويز اللي انتشر له كان يسب بيه اهل العمار، وبنفس الوقت صار يهدد انه باجر راح ينزل مقطع وراح يفجر بيه انس الشايب وراح يفضحه. راح اعطيكم جزء شويه من المقطع والباقي راح تكملوه بالوصف، روحوا شوفوه. لسه ما طلعتش الاوسخ من هيك، بس ما دام هيك تشوف فيديو بكره شو هو. فيديو بكره هذا بدي اوريك شو هو يا زلمه، بدي اخليك عبره بالسوشيال ميديا، بدي اخليك انت وحفايتي واحد يا زلمه، لانه انت زلمه مش مزبوط. فقبلنا يا حبايب الكومنتات شاركم بالموضوع، ولا تنسوا يا حبايب ان توصلون قناه عمار 30,000 مشترك على مدينتنا باقي الفضائل. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو مملكه القصص. اوكي طبعا يا حبايب اغنيه مرايتي هي كانت عباره عن برومو للاشياء الناريه والخرافيه اللي مجهزين لكم اياها بهذا الشهر. فيوم الجمعه راح تنزل لكم اغنيه جديده حتكون ديستراك وراح تنهي هوايه يوتيوبر، والصراحه انا واثق انه راح تنصدمون من الموضوع. طبعا ما راح اشرح شيء عن الدس، ولكن اذا حابين تعرفون من شخص لحيندس طارق الباشا نزل على قناته مقطع وسرب بيه تسجيل صوتي خطير، روحوا اسمعوه عم تعرفون من الشخص اللي اندس. هو كان تسجيل مغنى بصوتي بصوت طارق الباشا، ولكن هذا التسجيل صوتي ما له علاقه بالاغنيه نفسها، مجرد تحميس لكم، يعني الكلمات واللحن راح يكونوا مختلفين. اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالحماس ومتى تتوقعون الشخص راح يندس. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهي مايا، فمايا نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات واللي تعلم من خلالها انه القناه الى الان ما رجعت، ولكن ان شاء الله بهاليوم راح ترجع. وقالت اول ما راح ترجع راح تنزل مقطع وتشرح بالموضوع بالكامل، وقالت ان شاء الله بس تستلم القناه راح انزل مقطع وتشرح بالموضوع وان شاء الله خير وحاطه ايموجي مال حرب. فانت تتوقعون يا حبايب انه راح تطلع ترد على انس وبيسان اذا كان هم المهكرين او لا؟ راح احطكم الستوريات هذه كامله شوفوها. يعطيكم العافيه، كيفكم؟ طبعا انا كثير اشتقت لكم. اول شيء اليومين غايبه عن الستوري لانه كثير تعبانه. طبعا حبايبي ان شاء الله راح ابلش اتفاعل معاكم، بس استلم قناتي لسه ما وصلتني، عم بستنى بس في الايميل والباسورد لانه ايميلي من سنتين وانا بصراحه كثير مخنوقه على هذا الموضوع. وان شاء الله استنوا كل جديد، استنوا فيديو راح انزله في قناتي راح اشرح كل شيء، وان شاء الله خير. الخبر الثالث اللي عدنا عن احمد ابو روب وسفره للاردن. فاحمد ابو روب نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات واللي كان بيها من داخل الطياره، وبعد نزل شويه ستوريات من داخل الاردن واللي كان ويا صبا وكان ويا صاحبه. راح احطكم هذه الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. ايه شكرا لكم انكم جبتوني من المطار دويكات، وشكرا جد لك يا دويكات حبيبي. يا الله الازمه يا اخي عندكم الاردن. فكرة عندنا في دبي في نظام الطرق بيكون كثير سلس، ما في ولا أزمة وجسور. الخبر الخامس اللي عدى عن نور مار، فنور مار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات. هذه الستوريات كان يطلب بها من المتابعين انه يسالوا اسئله، واحده من عندها انه هو شنو يدرس، واسئله شويه عن الزواج. اللي حاب يشوف كل هذه الاسئله راح احطكم هذه الستوريات شوفوها. بدرس في بحور حبكم من اجل الوصول الى هدف غرامي. الله اني شاعر قسما. الله اوكي ما اختلفنا، تتجوزني فعديناها، بس ايش هي انا قبلانة على كل جنونك؟ ايش قصدك انا مجنون؟ ها؟ ايش قصدك يعني انا يعني تجي فجأة على بالي اضيع ويتشقلب حالي، بس برقد على البصلة وبشمها وبقول هي ريحة الغالي. وبالاخير حابب اقول لكم يا جماعة اذا عجبكم ستوري من هالستوريات شاركوها لرفقاتكم عشان نرجع حسابنا مثل ما كان، الكل يشارك الستوريات اللي عجبته وشكرا. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس وصاله، فانس وصاله نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات واللي كان بيها يعلنون نزلوا هذا المقطع، يقولون هذا المقطع قريب من القلب زمان ما تكلموا معاكم، وشويه ستوريات كان بيهم ميلا وشويه ستوريات كان بيهم منهم الجديد، واخر شيء ختموا بهذه الصوره اللي كان بيها الكل مجتمع. وصلنا هنا وصلنا المقطع. طبعا قبل ما ننهي المقطع يا حبايب رابط مقطع طارق الباشا روحوا فجروا عم تعرفون من الشخص اللي راح يندعس يوم الجمعه. وبس كانكم فزي مقطع من القصص، مع السلامه.